لك اهلا يا الحبيب، كيفك؟ تمام وانت؟ مشتاق لك كثير انا. وانا كمان. فوت راح ابعت شي شوفير يجيبها لامك تفطر معنا. لا لا ما في داعي. شو هاد اللي بوشك؟ عم بسألك شو هاد اللي بوشك؟ ابوك؟ لك ابوك؟ شو هي اول مرة؟ لا مو اول مرة، بس وحياة عيونك رح تكون اخر مرة. ريان ريان، خلي المواجهة بيني وبينك رجال لرجال بدون ما تدخل امي واخي بيناتنا. تقدم يا ولد. انا قدمت طلب تسريحي وخبرت صهرك المحترم انه يوصل لك، وليتني هلا عم عدلك اياها. اقسم بالله العظيم اذا بدك توقف بطريقي هاي المرة لحتى خليك تموت ومكسور عليك ندم. تأدب يا ولد، عم بحكي معك تأدب. اسمع لك، اسمع لك، اذا كنت شايف حالك بالرتبة اللي على كتافك فانا بعلاقاتي لبستك اياها وعلقت على كتافك. تعرف شو مشكلتك؟ مشكلتك انك خلفت رجال ما انك مخلف طرطور، مع انه كل عمرك جربت تمسح لنا شخصياتنا انا ويسار، عملتنا مثل اللعبه بين ايديك، تاخذنا يمين تاخذنا شمال على كيفك. حجه شو؟ حجه انه خايف علينا، مع انه اذا انت بيوم من الايام قررت تصلي هذا الكرسي رح يكون قبلتك الوحيده. يعني اذا خفت او رح تخاف بيوم من الايام فالشيء الوحيد اللي رح تخاف عليه هو هذا الكرسي وبس. اسمع عندك، اسمع عندك، انا تحملت الكلمتين منك، الكلمتين اللي بعدهم برميك برا مكتبي وتمك معبه دم. سمعان، اذا بدك تشرد عن طريقي هاي الحياه راح، بس لا تحلم ادو حبه بلح من النخل اللي قضيت عمري عم برعاها مشانكم. موت من الجوع احسن ما اكل بلح مغمس بالدم تغميس. نقلع من مكتبي، نقلع من مكتبي. انت من اليوم ورايح برات عبايتي، اطلع على حياتي وزلها وخليها تعلمك قيمة العز والجاه اللي كنت بدي ورتك اياه. ملعون ابوه نجاح، ملعون ابوه نجاح، اذا بده يكون مبني على حساب ارواح ناس ما ذنبها انه القدر زدتها بطريقك. وانت قلت قدرهم حطهم بين الكبار، هدول جنس غريب من البشر بتجلدن بكرباجك عمر كامل ما بتسمع صوتهم، بتحرق ارواحهم دهر كامل ما بيسترجوا طالعوا دخان. تعرف شو مشكلتك؟ مشكلتك مفكر انه طباع الوحوش هدول اللي عايش بيناتهم من طباع كل البشر، ونسيان انه بس للطباع لانه طبع الغدر هن اللي بياكلوا لحم الجياف. طغى وتجبر قد ما بدك، بس امي واخي اذا بدك تقرب عليهم انا ما راح اكون ابنك، انا راح اكون عدوك.